شد وجذب خد وهات وهات وخد بس شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة موت ما تخافش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة بين التحفيل والتهويل والتهليل هناك الكثير إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في حلقة مهمة من ملك وكتابة حلقة تحمل الثلاث خمسات النهاردة ملك وكتابة يصل إلى الخمسة الثالثة 555 حلقة ثلاث خمسات في تاريخ البرنامج فخمسة وخميسة لا ده مش خمسة وخميسة ده خمسة وخمستين كمان أي. بس دايما وأبدا الملك هو الأهلي والكتابة كل ما يكتب عن هذا الملك وهو في الحقيقة يستحق من بني وطنه ويستحق من أجل وطنه كل شيء طيب وكل شيء عظيم في خدمة مصر وناديها الغالي الأهلي ايه التهبيل والتحويل والتهليل والتحويل والتحويل ما تورطنيش على فكرة المقطع يقدر يحتمل انت حر ايوه لا يعني عايز اقول لك حاجه يعني هو الحقيقه المشهد انا كنت معترض عليه ما كان مجرد يعني في السوشيال ميديا مساله التحفيل والتهويل والتهليل على بعض وكنت شايف ان ده سياق خطر بياخدنا كلنا الى يعني منحى مش بتاع رياضه كلنا خسرانين فيه ودائما ما كنت بقول يعني ليس على الفائز ان يزهو بفوزه ويقعد يتعالى على الاخرين وليس على المهزوم او المنكسر انه يشعر انه عليه ان يعني يشوه انتصارات الاخرين عشان يبان انه لم يلحق به الدار وشاف ان دي فيها خطوره وكنت دائما بقول ان المجتمع الذي لا تسود القيم الرياضيه وقيم العداله والمحاسبه هو مجتمع مهدد دائما انك تشوف فيه حاجات لا ترضى عنها اذا كنت عايز تقدم المحتوى وبعدين نتكلم في الجزئيه دي لان فيها كلام كتير هنجيلها لكن هي حلقه مهمه زي ما قلت لكم حلقه الثلاث خمسات هذه ابرز عناوينها مقالي وما قالوا الأهلي ليس نادي بطولات الغربال كله عكسه والصورة واضحة لكن بعظمة لسانه جماعة كارت حشر وما زاد الفوضى وفي الشموع الحمراء فكري باشا أباظة رجل بحجم وقيمة الأهلي أسرار الملك هي صفقات ولا صفعات وأخيرا في مجلتنا اليوم ومن 40 سنة فاتت ده محتوى نتمنى أن حضراتكم في هذه الحلقة حلقة الخمسات الثلاثة تستمتعوا بيها إن شاء الله لكن زي ما قلت لكم زي ما عودناكم البداية دائما وأبدا مع مقالي وما قالوا الأهلي ليس نادي بطولات ما قالوا كثيرا اليومين اللي فاتوا بالذات اتقال كلام كتير قوي في الصفقات في الانتقالات في أصل الأهلي والحكاية والرواية هذا ما قالوا فماذا عن مقالك مقالي هستمد واستأذنك من فقرة شفتها لميدو في البرنامج بتاعه برنامج مختلف وميدو بالنسبة لي أنا أراه رجل مثقف عنده كاريزما أختلف معاه في بعض التوجهات اللي بتخليه أحيانا يخرج عن يعني حتى هو بينه وبين نفسه ما بيبقاش حاسس أنه هو ده التوجه يعني لكن أحيانا الظروف بتحكم أنه يتخذ مواقف هو ربما ما يكونش مقتنع بيها لكن هو عنده كاريزما وعنده ثقافة بتخليك تحب تسمع له حتى لو اختلفت معاه فأنا سمعته في حلقة كانت تستضيف الكابتن عصام الحضري
والاستاذ عفيفي احمد عفيفي هو بناء ضيوفه طبقا لدقه الموقف والوقت بعنايه وبيبقى في دماغه حاجه عايز يقولها ربما من خلال ضيوفه. لكن هو في الـ في الـ في الـ يعني كل واحد فيهم يعني لمس نقطه. معلش يمكن اذا طولنا في الحته دي شويه تستحق. يعني ميدو اشار الى المؤتمر او الـ 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 البرومو اللي اتصور للكابتن رمضان صبحي بمناسبه تقديمه الى طيب الخبر بيفرض نفسه. الان انتهت مباراه المقاولون العرب مع حرس الحدود. طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنتقل قريبا للاهلي بنهايه الموسم سجل للمقاولين الهدف الثالث ليفوز المقاولون على حرس الحدود 3-2. ياه واسوان بقياده احمد كشري فاز على الانتاج الحربي بقياده الكابتن مختار 2-0. زي ما النهارده قبلها كمان علي ماهر ابن النادي الاهلي يقود المصري للفوز على بيراميدز 1-0 علشان عماد النحاس ابن الاهلي وكابتنه ايضا يتقدم بذئاب الجبل خطوه مهمه في جدول الدوري. اصبح في المركز الثالث برصيد 47 نقطه ينتظر مباراه الزمالك وسموحه التي تبدا بعد قليل. طيب هي مش بعيد عن اللي احنا هنتكلم فيه. بعيد عن ميدو لكن هو طاهر برضه. لا انا يعني قصدي النتائج اللي انت قلتها ربما ليها علاقه باللي بنتكلم فيه يعني. اتفضل. فميدو قال طرح انه يناقش البرومو وتقديم الكابتن رمضان صبحي من خلال بيراميد لاعبا بشكل رسمي في صفوف نادي بيرم. وقال كده بالظبط او حيي نادي بيراميد على الاحترافيه الشديده اللي هو شايف انه ادار بيها الامور ويدير بيها الامور والاحترافيه. عايز اناقش هذا الامر باكبر قدر من الموضوعيه علشان نخرج بحاجه يعني في الاخر نتفق عليها وتفيدنا كلنا. اتفضل. هو المؤتمرات اللي بتقدم فيها اللعيبه الجدد على في كل العالم شكلها بيكون ازاي؟ تعال ناخد من اوروبا وتعال ناخد اللي الاهلي خده من اوروبا والتزم بيه. انت بتقدم اللعيب بتاعك بقميص ناديه الجديد بيقول كلمتين في حق النادي المنتقل اليه وطموحاته معاه. اذا كان في لعيب جديد ما حدش يعرف عنه حاجه بيعرض السي في بتاعه وفي الغالب اخلاقيا بيشكر ناديه السابق. لا ما هو انت ما تسبقنيش بقى عشان ما تبوظليش الدنيا. انا برتب دماغي. فانا يعني وبعدين بيبقى ورا ظهره ايه؟ بانر في الرعاه. رعاه النادي واذا كان رعاه شخصيين له واذا كان يعني اذا انت تقدم الثقل الفني الجدوى الفنيه من هذه الصفقه والثقل الاقتصادي والجدوى الفنيه التي يمكن يكون اد فاليو او قيمه مضافه من خلال هذا المؤتمر. لو طبقنا المعايير الموضوعيه دي لو كانت حدثت هكذا سيبك حتى انه يشكر النادي القديم ممكن ما يشكرش النادي القديم لكن على الاقل ما فيش غمز ولمز ولا اساءه ولا استفزاز للجماهير. بتخرج المؤتمر عن سياقه. ماذا حدث؟ هل حدث هذا في تقديم الكابتن رمضان؟ لا. وكأن الذي أشار بعمل البرومو كان يستهدف أنه يرسل رسائل ملهاش علاقة بالاحتفاء بأن اللاعب يتواجد في صفوف نادي بيراميد بقدر ما يوجه رسائل فيها مكايدة سواء بقى للنادي الأهلي أو سواء لجماهيره. لكن في كل الأحوال ما أعتقدش أن حد كسب من هذا المؤتمر تحديدا الكابتن رمضان اللي كان لو ابتدى ان يقول اقدر الفتره التي قضيتها في النادي الاهلي اشكر النادي الاهلي ولكن في تجربه جديده بطموح جديد. لكن لما يقول انا جيت علشان احقق طموحات بصرف النظر عن المال لا انت من حقك تروح على فكره. وهي دي النقطه اللي انا ما كنتش عايز من اول يوم ناخد الدنيا في سياقها. هو لما واحد ياخد 200 مليون جنيه وهياخد مثلا 100 مليون جنيه في حته تاني ال 100 مليون جنيه بالنسبه لناس كتير كافيه انها
تخليهم يبصوا لاعتبارات أدبية. بالنسبة لناس تانية لا، طب وليه ما يبقوش 200؟ لا ده غلط ولا ده صح، ولا ده غلط أيضا. ربما احنا عاطفيا نروح للأولاني، النموذج الأولاني كنا نتمنى يحدث هذا مع الآن، لأن بالإعلانات بالحاجات دي في 5 سنين كان هيوصل يعدي الرقم ده كمان. إنما إن أنا أقول لا أصل أنا لا 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 ده أنا رحت بفلوس أقل. أول حاجة تصدير المكايدة، أنت رايح من النادي الأهلي كابتن رمضان، أنت بتلعب فاينالات مع النادي الأهلي، فاينالات كلها كانت ممكن تلعبك كأس العالم للأندية. طموح إيه؟ أنت كسبت دوري وكسبت كأس وكسبت سوبر وكسبت بطولات، وأنت في سنك الصغير دي أنت هو أنت النادي الأهلي مش على قدر طموحك؟ دي الرسالة اللي عايز تصدرها. اللي حط لك الرسالة دي ما خدمكش وما كانش صادق فيها، لأن ما حدش هيصدق إن أنت ما رحتش عشان في عقد لا يمكن مقاومته، حتى لو اتخبى العقد ده لكن ما حدش هيصدق هذا الكلام، لأنك أنت قبليها قلت أنا ابن النادي، وقبليها قلت أنا مش هرجع على الأسيوطي، أنا ابن النادي الأهلي في 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 فترة العارة الأولى. ولحد قبل ما تعقدت كنت بتبلغ نادي هيدرسفيلد إنك رغبتك النادي الأهلي. فأنت لو كنت اتنقلت النقلة دي لنادي في أوروبا نختلف أو نتفق بقى على قيمته بالنسبة للنادي الأهلي، لكن كان ممكن نسمع منك هذا الكلام. ضحيت بالفلوس من أجل نقلة في الطموح. فلو كابتن ميدو شايف إن هي دي الاحترافية، نعمل فيديو بيعتمد على الهوس والغمز بين 2 لعيبة بالصدفة المقصودة منقولين من النادي الأهلي بقصص، إن عبد الله السعيد الراجل الوقور التقيل اللي ما خرجتش منه كلمة تسيل النادي الأهلي لحد الغمزة دي بتاعة البرومو، يعني بتغمز وهو بيغمز، يعني الرسالة واضحة جدا إن دي ما كانتش تقدمة احترافية يا كابتن ميدو. فما تقوليش أحيي، لأن لو هي دي الاحترافية ده احنا كده نبقى ماخدين الدنيا في سكة إن كل نادي يعمل مؤتمر ويطلع لسانه للأندية الأخرى. هتوقف بقى عند كلام خلاف بين كابتن عصام الحضري وأحمد عفيفي. أحمد عفيفي أرى وهو هنا بقى والنبي صدقني ده مربط الفرس والليلة كلها في الكلمتين اللي قالهم ربما عن غير قصد أو بقصد الأستاذ أحمد عفيفي. قال لك يعني ده الاحتراف بالنسبة لرمضان ممكن يمشي. فعصام الحضري قال له الجمهور ومش الجمهور، قال له لا 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 ما الجمهور هو في يوم من الأيام ممكن يرجع النادي الأهلي. فالكابتن الحضري قال له يرجع فين؟ إذا كنت أنا ما رجعتش، إذا كنت أنا ما رجعتش. وهو كابتن عصام الرائع فيه في المرة دي إنه كانش بيتكلم ومغلط النادي الأهلي. قال له النادي الأهلي ما حصلش فيه الكلام ده. اللي بيغلط غلطة على الحجم ده ما فيش حد بيسامحه، والجماهير قبل الإدارة. قال له لا 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 ما حدش عارف اللي جاي فيه إيه. محدش عارف اللي جاي فيه ايه، وممكن لعيب يعمل اللي هو عايزه بعدين واي مجلس الاهلي يغفر له. اذا هو ضرب ثوابت النادي الاهلي ليس الا ايوه. انت كده وضحت ان الانتقال ده ربما الكابتن رمضان ما شافش دي، هو كابتن رمضان هيشوف مصلحته، لكن اللي عمل الصفقه دي واحد مهندسينها هو نفسه دخل النادي الاهلي وخان النادي الاهلي جواه. هو كان مسؤول عن قطاع الناشئين وخد الكابتن كوكا هربه، هو تاريخه كده. فلما يجي يبقى يشترك في العمل ويطلع بمنتهى الفخر قاعد جنبه، انت عارف بتعمل ايه. انت عفيف يوضح الليله بسهوله جدا، لا 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 بكره ما حدش عارف ايه، لا بكره هيبقى زي النهارده وزي امبارح يا كابتن عفيف. قال له كده ده عصام الحضري، قال له سالني انا سألنا، قال له لو مجلس الإدارة اتغير، قال له ده أنا اتغير عليا 5 مجالس 5 6 مجالس محدش عايز يغفر لي اللي حصل. إذا بكرة يا كابتن عفيفي أنت ومن يتصور أنه سيغير نهج الأهلي، لأن نهج الأهلي محمي بجذور وتاريخ وجماهير بقت النهاردة مش بتحاسبك على البطولات دي، بتحاسبك على ثوابتك. النهاردة الجماهير هي اللي بتقول لك لا ما ينفعش، ايوه واخد بالك، او ينفع
هي مرجعيتها. الجماهير ما بتدارش، لكن الجماهير بتقبل او ترفض. بتصيغ الراي. وانت في الاخر راس مالك جماهيرك، وحريص في النادي الاهلي ان جماهيره تزيد ما تقلش. طبعا. ومش هتزيد الا بالمصداقيه. طبعا. البطولات الاهلي بيسعى اليها وما زال هو القادر على حصد العدد الاكبر منها. انما بعض الناس شايفه ان في فتره من الفترات كنت محتكر البطولات، ما هو ده مش طبيعي، ده تبقى لوحدك، احيانا ممكن حد ياخد منك حاجه. انما تظل انت صاحب اليد العليا في موضوع البطولات. النهارده نفس المعيار ونفس الكلام لما النادي الاهلي، بس دي جايلها بعدين، بتاعت قبولك تاجيل ال تمام ماتشات افريقيا. انا بس كنت عايز اقول لكم تيك كير اللي قاله الكابتن عفيفي ده مربط الفرس. طيب، ومربط الفرس يعني عند جمهور الاهلي مش فكره انه رمضان صبح الراجل يقول انا رايح لنادي بطولات، وكان الاهلي بعد 113 سنه و228 بطوله مش نادي بطولات. من النكته ان الاهلي بكل تاريخه ال 113 سنه اقارنه بنادي الطفل اللي في كي جي 1 تقريبا عمره اكبر منه. كل اللي تمني ان كل الانديه تزدهر وتكبر، بس انا بتكلم على الحجم النوعي والحجم الطبيعي. فارجوكوا بلاش نكت من هذا النوع. الفكره كلها رقم واحد، رمضان صبحي او اي لاعب حقه الانساني الطبيعي انه يختار ما يشاء. واحد مش عايز يفضل موجود هنا وهياخد من هنا مبلغ كبير جدا، طبيعته وكونه انسان من حقه انه يختار. لكن وانت بتختار ارجوك انت وغيرك ما تنسوش الفضل اللي النادي الاهلي عمله بعد الله سبحانه وتعالى، ما تؤذوش الجمهور. رمضان صبحي مش بس ابن النادي الاهلي، لا ده وهو حتى وهو صغير في مدرسه الكوره فضل في النادي الاهلي لغايه لما جات له فرصه يحترف في الدوري الانجليزي. مجلس اداره النادي الاهلي اداله هذا الحق، اداله هذا الحق وكان يقدر يتمسك بيه ويطمع فيه، اداله الفرصه وسافر. لما سافر وعانى من الجلوس على الدكه هناك ومستواه ابتعد، عرض انه يرجع للنادي الاهلي، استعاره النادي الاهلي، دفع مبلغ كبير للنادي الانجليزي وهو في فتره الاعاره عليه. ما بخلش للمره الثانيه وهو في فتره الاعاره وعمرها شهور، تعرض لاصابه مؤثره جدا مؤثره جدا. الاهلي فضل يعالج رمضان صبحي والتزم معاه بكل شيء والتزم بكل مرتباته، لدرجه ان النادي الانجليزي هيدرسفيلد لما عمل مداخله مش معانا مع ابراهيم فايق مدير النادي الانجليزي، قال احنا بنحترم النادي الاهلي جدا لانه قد ايه كان محترم معانا وفضل بيافي بالتزاماته تجاه اللاعب وتجاهنا حتى في فتره اصابه اللاعب اللي طولت وصلت لشهور تقريبا تلتين فتره الاعاره. الاهلي ما بخلش وما تخلاش عن التزاماته الاخلاقيه تجاه ابن من ولاده، رجعوا لمستواه. ومحدش بيفهم في الكوره ينكر ان ريني فايلر كان له دور كبير جدا في تطوير مستوى رمضان صبحي واعادته بسرعه، رجع وافاد المنتخب الاولمبي واهل منتخب الاولمبي الى طوكيو. كل ده كان صنع في الاهلي وبيد اهلاويه وبرعايه اهلاويه. فبعد كل اللي الاهلي عمله برضه من حقك تختار، لكن مش من حقك لا انت ولا من غيرك نستخدم هذا التلميح وهذا التلقيح على الاهلي وجمهوره. ده كلام لا يليق ابدا، خاصه وانت مقدم على نادي جديد عندك طموحات. ربنا يوفق الجميع، بس في النهايه لا تنسوا الفضل بينكم. يعني حاجات سريعه كده، كابتن علاء ميهوب مشي غصب عنه، راح النادي الاولمبي جاب جون في النادي الاهلي انهار وما كملش كويس. كابتن ربيع بطل، كابتن طاهر بطل، يعني في ناس ما قدرتش. محمود صالح بطل محمود صالح ودول مشوا غصب عنهم. طيب تعالى بقى لاعب ساب نادي زي كابتن بركات لما جاب جون في الاسماعيليه في الاسماعيلي وهو مع الاهلي في الاسماعيلي رفض ان يحتفل واحترم مشاعر الجماهير. صحيح. كل المطلوب، كل المطلوب انت مشيت دون ان يسيء اليك احد، على الاقل الاهلي. ممكن يكون الجماهير الغاضبه قالت انا بقول من حقه يمشي يا سيدي هو حتى الاهلي ما اساءش اليه، يعني ما فيش تصريح من مسؤول طلع اساء اليه، كل الكلام كلام سوشيال ميديا وكلام صحيح خالص.
فأنت يعني نتمنى، أولا أتمنى من جماهيرنا قبل أي حد تاني اقفلوا الصفحة بالظبط، وربنا كرمنا في اللي جاي، ساند فرقتك والحمد لله، أنت بتعمل حسابك على احتمالات وربنا يسهل. وخلي بالك اللعيبة موجودة داخل مصر وخارج مصر، طالما أنك دخلت في المبالغ دي هتلاقي اللي أنت احتياجاتك. صحيح. فمش عايزين ننزعج، لكن وفي نفس الوقت مش عايزين حد يستدرجنا، لا يخرجنا عن سلوكياتنا ولا تركيزنا. ده كلام مهم جدا. في السياق كتب الأستاذ عصام السباعي في بوكس مقاله في الأخبار، اللاعب رمضان صبحي يقول أنه فضل اللعب في نادي بيراميدز لاحترافيته وليس من أجل المال، وبالتالي لن نندهش لو قال لنا إن ما جذبه إليه هو شبابيك البحري وملعبه الذي على ناصيتين وهواه الذي يرد الروح ويغسل النفوس ملحوظة. الفرق بين الناديين الأهلي وبيراميدز أن الأول على نهر النيل والتاني على نهر فلوس. ده كلام عصام السباعي في الأخبار. لكن إذا كانت فكرة الانتماء والفلوس الجمهور بيبصلها من زاوية يتمنى دايما وأبدا أن الناس الرياضيين يحتفظوا بيهم، ما ينفعش الجمهور يفضل متعلق بلاعب ويرى فيه قيمة وانتماء ونفاجأ أنه الجمهور أكثر انتماء، فترد لاعبة زي رحاب جمعة لاعبة الأهلي لكرة اليد المحترفة في فرنسا، بالصدفة محترفة هي أخرى في فرنسا، عن فكرة الفلوس والانتماء. في مداخلة مهمة للكابتن رحاب جمعة مع الأستاذ وائل الإبراشي، قالت كلام مهم. من عصبيتك لقيت لك تصريح كده ان انا مش هخون الاهلي زي رمضان صبحي، مش هبيع الاهلي. والله بص يا استاذ وائل، الموضوع ده شايله منه قوي الصراحه. اللاعب ده اصلا احنا نقول ده لاعب السابق للنادي الاهلي، ده هو حاليا مش لاعب النادي الاهلي، ده لاعب بيتكلم ويقول انا سبت النادي الاهلي عشان خاطر احتراف. احتراف ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ هو مصر اصلا فيها احتراف؟ احنا نضحك على بعض يا استاذ وائل. هو عادي، انا متحفظه بصراحه باللي هو عمله. يعني انت لاعب النادي الاهلي، تمام، كنت بتلعب النادي الاهلي، قلت انا نفسي احترف، النادي الاهلي سمح لك ان انت تروح تحترف، رحت احترفت في انجلترا، رحت عملت ايه؟ قعدت دكه سنتين، فشلت فعليا، فشلت، مع اني ما بحبش اقول الكلمه دي بس فعلا هو فشل. رجع مصاب، النادي الاهلي وقفك على رجليك، النادي الاهلي رجعك لمستواك، وقفت على رجليك تاني، مين اللي وقفك اصلا؟ النادي الاهلي، انت مستواك كان زيرو بعد ما كنت خلاص وبدات تشم نفسك وخلاص قلت مستواك يرجع وخلاص انا رجعت بقى زي الاول. بدا بقى اللي هو يعني بدا يتفاوض، ده من حقه طبعا، لكن ما فيش احتراف في مصر. يعني انت شايفه اللي عمله رمضان صبحي فلوس يعني اكتر منه؟ لا، اللي عم بص يا استاذ وائل، اللي تعب جماهير النادي الاهلي ان هو واحد من ابن النادي، يعني في قبله كتير عملوا نفس الموضوع، الموضوع ما كانش مقلوب قوي كده زي رمضان لو حضرتك واخدت بالك يعني. لكن معنى ان انت كنت اصلا مشطب كوره وراجع من بره مصاب، النادي الاهلي توقفك على رجليك ويرجعك تاني وخلاص اللي هو رجعت بقى زي رمضان بتاع زمان، تيجي الاول اول ما يعني اول ما تهب في النادي الاهلي فينا احنا كده؟ يعني انت بتضحك على كابتن محمود على كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي، تقول لهم اه نادي، يسالوك يقول لك هتقعد في النادي، تقول لهم اه طبعا خلاص عشان الاعاره بتاعته خلصت، يروح يتفاوض مع النادي بيراميدز من ورا النادي الاهلي. فانت شايفه الاسلوب ده بيع للاهلي يعني وخيانه يعني. انا شايفاها ان دي خيانه، ان انت بتخون النادي الاهلي. انا بقولها دي ده خيانه، اللي انت عملته ده خيانه، انت لعبت على الطرفين. ما ترجعش تقول لي اصل انا احتراف، مش احتراف ايه اللي بتتكلم يا ابني؟ ده انت من ابن النادي، ده انت كنت كده طفل وطالع من النادي. يعني لعيبه يعني واضح ان مشاعرها مع النادي الاهلي، واضح ان هي يعني قالت انا يوم ما ارجع وببلاش. وعلى فكره في مروه عيد عبد الملك برضه لاعبه محترفه قالت نفس الكلام ونفس القيم. لكن نرجع تاني برضه يا جماعه، والله لو المساله مساله فلوس احنا فاهمين، انما تحولوها بقى كمان لحاجه غير لا تصدق والقياس فيها غير منطقي، الاحترافيه مش الاحترافيه، ده اللي بقى احنا نقول عليه ما يصحش. لان في تلقيح على النادي الاهلي، هو ما انتش خارج من نادي صغير، انت خارج من نادي اكبر نادي في افريقيا اللي الكل بيحاول ان يلحق به زي ما بقول باي هوك اور كروك، يعني باي طريقه. فخليك شايل حاجه للنادي الاهلي، ها، لانه
ما عملش معاك غير كل شيء جيد يا كابتن رمضان. ما اعتقدش ان العيله اللي انت تربيت في وسطيها حتى لو خرج منها الكابتن شريف وبقى معاك في بيراميد، اشعر بالحرج الشديد للكابتن اكرام الكبير، لكن في كل الاحوال يعني انت برعم من النادي الاهلي من صاصك لراسك، فعلى الاقل عندما تاتي ذكرى النادي الاهلي او ذكر النادي الاهلي على لسانك نتوقع اكبر قدر من التقدير والاحترام. التقدير والاحترام شوفوه عند الاشقاء في المغرب النهارده تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي الاتحاد الافريقي سالوا رايك ايه في مواعيد دوري ابطال افريقيا؟ دور قبل النهائي ومن ثم ان شاء الله دور النهائي. الاهلي والوداد والزمالك والرجاء وطبعا اطراف الكونفدراليه كمان. النادي الاهلي تلقى اتصالات من جانب الاشقاء في المغرب انه الوداد والرجاء عندهم ازمه كبيره في تفشي الوباء كورونا، الوداد عنده تاجيل ماتشات كتيره، النسب هناك مرتفعه جدا، الوضع غير جيد. كان قرار النادي الاهلي للاتحاد الافريقي ما يخدم مصلحه الوداد من الناحيه الاحترام للاشقاء وظروفهم ومن الدواعي الانسانيه اللي هي اساس المنافسه الرياضيه. كان ممكن النادي الاهلي يستغل الظرف ويتمسك بان انا هلعب بالميعاد المحدد، لكن الاهلي تعاونا منه وتقديرا منه للاشقاء في المغرب ولطبيعه المنافسه الرياضيه وقيمها الانسانيه الساميه عرض التاجيل او رحب بالتاجيل ولم يمانح فيه. ده كان موقف النادي الاهلي اللي حملته الاستاذه حنان الزين اللي مثلت الاهلي في هذا الكونفرنس. كانت النتيجة أنه الاتحاد الأفريقي بعد موافقة الأهلي والوداد والرجاء على التأجيل وطبعا الزمالك تمسك باللعب في مواعيده، طلع قرار الاتحاد الأفريقي اليوم بتأجيل مواعيد نهايات أفريقيا. 16 أكتوبر هيبقى الرجاء والزمالك في الدار البيضاء، وتاني يوم يوم 17 أكتوبر الوداد والأهلي في الدار البيضاء. يبقى الزمالك والرجاء والزمالك 16 أكتوبر، الوداد والأهلي 17 أكتوبر. العودة بعديها على طول بأسبوع، 23 أكتوبر في القاهرة الزمالك والرجاء، 24 أكتوبر في القاهرة الأهلي والوداد، والنهائي يبقى 6 نوفمبر في أرض محايدة لو كان فريق مصري مع فريق مغربي، لكن لو بإذن الله تعالى فريقين مصريين يبقى المباراة في القاهرة، لا قدر الله الكرة قالت كلمتها والنهائي مغربي خالص يبقى في الدار البيضاء. ميكس يبقى 6 نوفمبر في مدينة محايدة. بمناسبة الوداد، النهاردة الوداد أقال مدربه جريد ومدرب الأهلي السابق بعد تدهور النتائج المحلية للوداد وتعادله بالأمس علشان يختار مدرب جديد للفترة اللي جاية. وبمناسبة الوداد برضه، لأنه بمجرد ما الأهلي قال موقفه المساند واللي راعى في ظروف الأشقاء في المغرب، طلع البعض يقول لك طب وليه ما وافقتوش تأجيل مباراة الأهلي والمصري؟ سألت الكابتن سيد عبد الحفيظ. هنا بقى في ثلاث نقاط مهمة جدا أتمنى الناس تراعيهم. رقم واحد، اتحاد الكرة لم يستشر الاهلي خالص لتاجيل مباراه المصري. كنت هقول لك الحته دي، يعني هو اتحاد الكوره اصلا لم يطلب راي النادي الاهلي. بالظبط. كابتن سيد عبد الحفيظ وهو مدير الكوره، اتحاد الكوره بياكد لي اتحاد الكوره ما طلبش راي الاهلي في تاجيل مباراه المصري. رقم اثنين، الكابتن سيد قال لي اتصل بيا كابتن عبد الظاهر السقا مدير الكوره في النادي المصري، قال له انا داخل على اتحاد الكوره، احنا عندنا قبل المباراه ب 48 ساعه عندنا عملنا الرابيد تيست، طلعت النتيجة 9 حالات اشتباه فعايزين نأجل. فسيد قال له واحنا 8 حالات، لكن القضية مش نتيجة الرابيد تيست، لأنك أنت المفترض ده مؤشر لو أظهر لك صورة التحليل صورة الدم أنك عندك حالات إيجابية تروح راي عامل مسحة كورونا فتتأكد نتيجة التيست ده صحيحة ولا لا. قال له احنا عملنا بعد ما كان في 8 طلع 2 بين الاداريين، فما تاخدش بنتيجه الرابيد تيست. قال له لا ده عندنا 9، قال له ما انا بقول لك عندنا 8، اعملوا مسحه الكورونا وشوفوا النتيجه. المصري من الاول يا جماعه من قبل ما المساله تبدا وعنده رغبه شديده لالغاء بطوله الدوري، وكان المنطق المعروض واضح جدا وصريح. فكان اتحاد الكوره رفض
اجل له ماتشين ورفض تاجيل الماتش الثالث. لكن فكره ان الناس تهاجم الاهلي علشان وافق للاشقاء في المغرب ويقال انه رفض للمصري، الاهلي لم يطلب منه الراي في موضوع المصري، اتحاد الكره هو اللي صمم واصر على انتظام المسابقه وادي النتيجه. استاذ ابراهيم، اتحاد الكره ما خدش راي الاهلي لسبب انه حط معايير، حدد لو في عدد كذا هأجل، عدد كذا هأجل، غير كده وأجل له قبليه، وغير كده لو الناديين اتفقوا مش هيسمع كلامهم بالظبط. انما هي مساله لتصدير المشاكل بينك وبين الجماهير الاخرى. هذه اللعبه التي بدات بالاسماعيلي ولم تتوقف، ثم مرورا بالمصري وغزل المحله قبلها والان المصري مجددا، مفيش مسؤوليه. يعني اللي بيردد هذا الكلام لازم يردد بمسؤوليه. احنا ما رحناش ابدا لا احنا كلام عن علاقه الجماهير بين الزمالك واي نادي اخر، لان عارفين ان ده خطر طبعا، عارفين ان ده مش صح طبعا، عارفين ان ده ملوش علاقه بالرياضه صحيح. انما احنا بنوصل الناس الى في اكتر من الدم. ايه تاني يا اخوانا؟ 74 شهيد. فاحنا يعني ارجو ان اللي عايز ياخد الاهلي يناقش بموضوعيه، واللي عايز يناقشنا موضوعيه. احنا مش هنعمل حاجه الا فيها فايده الرياضه وفايده اللي هي فيها فايده الرياضه تتسق مع النادي الاهلي، مصلحه البلد تتسق مع توجه النادي الاهلي، هو ده نهجنا وهذا هو النهج المسؤول. لكن كله عكسه والصوره واضحه. في الغربال كلام مهم جدا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كمان برضو استمرارا لتنظيم مواعيد نهايات دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، منذ قليل اعلن احمد رئيس الاتحاد الافريقي انه فيما يخص نهائي دوري الابطال كان المتفق انه لو المساله ميكس، يعني لو فريق مصر ضد فريق مغربي في مدينه محايده او في دوله محايده، لا مش هتبقى في دوله محايده. لو حصل فريق مصر ضد فريق مغربي في النهايه هتتعمل قرعه بين الفريقين، واللي هيكسب القرعه بلده هتستضيف المباراه، والمباراه النهائيه زي ما قلت لكم 6/11 ان شاء الله. في الكونفدراليه النهائي كده كده في المغرب محسوم مسبقا، وهيبقى بالنسبه للكونفدراليه 27 اكتوبر. لكن قبل النهائي في الكونفدراليه نهضه بركان مع حسينيه اغادير يوم 19 اكتوبر، 20 اكتوبر هيكون بيراميدز وحوريه كوناكري الغيني. ده فيما يخص الكونفدراليه. ما يخص الاهلي كان في كلام كتير جدا هذا الاسبوع حوالين احداث كتيره مختلفه، حطينا لكم كل حاجه في الغربال. بها نفرز مع بعض كل شيء وعكسه وهتبقى الصوره واضحه جدا. كل شيء وعكسه، لكن في كلام كتير فيه مغالطات محتاج هزه عشان نبين الغث من السمين. الكلام المهم جدا، محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي الميريا الاسباني، نادي الميريا الاسباني المملوك لتركي آل الشيخ، قال انا عرضت في مداخله تلفزيونيه في برنامج الماتش مع الزميل هاني حتحوت، قال انا عرضت ايفونا على الاهلي. كلام برضو خطير، فمن ثم محتاج الهزه دي او الفرز. قال أنا عرضت إيفونا على الأهلي ب 400,000 دولار فقط، لكن للأسف الأهلي تعاقد معاه ب 2 مليون دولار. ب 2 مليون دولار وأنا عرضه ب 400,000 دولار. ده لما يكون هو اللي عرض اللاعب برقم زي كده. الكلام لما بيتسمع مفهوم رايح فين يا باشمهندس؟ شوف هو بس كمل، لان في حاجه هتوضح الكلام وترد عليه. قال كمان ان الاهلي حدد مبلغ 22 مليون دولار لبيع وليد ازارو لاحد انديه الصين، وده كان مبلغ كافي جدا للتعاقد مع اربع مهاجمين. قبل ما في النص قال حاجه مهمه جدا، توضح علاقته بالمسؤولين في النادي الاهلي. لحد كده انت ممكن تقول ما هو قال
تابع في تصريحاته. أيوة. قال انه عرض احمد حجازي على الاهلي وعلاء عبد الصادق مدير الكره وقتها رفض لاصابه اللاعب، لكنه نجح في اقناعهم بالتعاقد معاه بعد حديثه مع المهندس محمود طاهر. أيوة. رئيس الاهلي في هذا التوقيت. طيب انت بتقدر توصل لرئيس النادي انذاك، ها، وبينك وبينه علاقه تسمح لك انك تخليه في قناعه بالطرح اللي رفضه مدير الكوره، كويس؟ مع كان الكابتن علاء مدير الكوره وقتها يعني. طيب لما انت جبت ايفونا ب 400,000 دولار، ايه اللي حصل؟ ما كلمتش رئيس النادي ليه؟ او 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 يعني ايه اللي حصل؟ كلنا عارفين ان اللي جاب اللي كان ماشي في موضوع ايفونا كان الاستاذ هيثم عرابي، وكان قاعد هناك لان وقتها اتعمل مزاد بين الاهلي والزمالك على اللاعب، قاعد لمده قرابه الشهر عشان يخلص اللاعب يعني، وعمل مجهود كبير جدا لحد ما عرف يخلصه، والناس احتفت بهذه الصفقه. والاهم من كده كان ممكن جدا ان انا انزعج من اللي بيتقال ده، لو ان اللاعب ده اللاعب اتباع بعد موسم ب 8 مليون دولار لاحد الانديه الصينيه. فالكلام مش عارف ايه المقصود بيه، انا ما اقدرش احكم، انا ما كنتش موجود في الفتره دي، لكن انا لما بحلل الامور واربطها مع بعض، بس الجزئيه اللي اقدر اتكلم فيها لان انا كنت جزء منها. وليد ازار، وليد ازار وهو بيقول لك ان احنا طلبنا 22.5 مليون دولار في وليد ازارو. انا اجتمعت انا وكابتن محمد فضل مع الاستاذ العاصي، ودي اول ودي اول واخر مره يعني نقعد مع بعض ونتكلم، يعني ما كانش حصل لي الشرف اني اتواصل معاه قبليه ولا حصل لي الشرف بعدين. وكان موجود معاه راجل بيمثل الشركه الانجليزيه اللي هي بتخلص الموضوع وبتجيب الرعاه اللي هيتحملوا الصفقه. ما حدش قال 22 مليون دولار، الاتفاق كان على 10 مليون دولار، ولما جينا ننفذ قالوا هندفع 5 دلوقتي و5 كمان عده اشهر، قرابه سنه يعني 9 اشهر حاجه زي كده. فاحنا قلنا له ما احنا عايزين العشرة على طول. الراجل بيكلم الشركه بره، المستحيل هذا يحدث. قلت له خلاص ممكن تجيبوا لنا، انتوا ليه عايزين تعملوا كده؟ فالراجل قال، والاستاذ محمد جمال اكد على المعنى ده، اصل الشركه المسوقه للاعب هتاخد فلوس الرعاه في التوقيت ده، فهتاخد من فلوس الرعايه تدفع للنادي الاهلي ال 5 مليون التاني. قلت له كده تبقى محلوله، يبقى الراعي يضمن هذه الصفقه عشان ما اخشش في خلاف. قالوا لا. اندهشت جدا. طب لا ليه؟ اذا كنت انت بتقول انا جاي لي فلوس من الرعاه في التاريخ ده حدها لك. خلي الراعي طرف معانا ويمضي معانا على هذه الاتفاقيه، يبقى احنا خدنا الخمسه دلوقتي، هناخد الخمسه التانيين في التاريخ اللي الرعاه هيسددوا فيه المبلغ، وطالما الرعاه ملتزمين معاكوا يبقى التزموا معانا. المهم تم رفض هذا الكلام، ووقتها اتقال ان ما كانش فيه جديه في الموضوع وكان في حاجه مش مفهومه يعني. لا كان 22 مليون ولا كان فيه الاهلي غاله في الطلبات. علشان النهارده لما هو ليه بيتقال الكلام ده؟ ان انت ما قبلتش الخمسه، شوف دلوقتي طلبت 22. يعني هو المقصود كله انك انت تقعد ترمي علامات استفهام. ايوه، حوالين موقف النادي الاهلي ويتقال الكلام مقفول، فتبقى النتيجه تبص في السوشيال ميديا تلاقي الناس اللي عايزه تلوم مجلس اداره النادي الاهلي وتلوم الكابتن محمود الخطيب جاهزه. الحق ده، جابوا ايفونا ب 2 مليون دولار وكان ممكن يجيبوه ب 400، وده اللي جابه هو اللي قال، ويطلع الكلام بهذا الشكل. استغربت جدا لانه الحقيقه اتوقع لانه الحقيقه ان يطلع كابتن الاستاذ هيثم يفسر هذا الكلام. يعني للتاريخ، الاهلي جاب ايفونا يوم 11/7/2015. مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب انتخب في 30 نوفمبر 2017، يعني بعديها بسنتين ونص. فانتم متخيلين الفرق، انه في حد مش موجود في النادي قبلها بسنتين ونص، لكن
اللي عايز يشيل الليله دلوقتي وعايز ياخد جزء يحطها في الصوره يبقى اتعرض ب 400. لا، مجلس الاداره ما كانش موجود، مجلس الاداره السابق مؤكد انه عمل لصالح النادي ومؤكد ان كان عنده حيثيات ومؤكد عنده الفرصه ان شاء الله. انا حاولت اتواصل مع الناس اللي كانت موجوده وقتها عشان استوضح ايه اللي حصل بالظبط، ما تمكنتش. لكن زي ما بقول لكم، لا، المسائل كانت في منتهى الانضباط سواء المجلس السابق او المجلس الحالي. يعني هو عرضه ب 400,000، بس انا فاكر وقتها الاستاذ هيثم كان بيعمل رسائل من المغرب تقريبا يوميه، ايه اللي بيحصل؟ اتصلوا برئيس النادي، اتفقنا مع رئيس النادي، انا كده خلاص امنت اللاعب. اذا كان الديبيت ده هو اللي علل القيمه، ان كان في حد بيزايد عليك. انا ما اقدرش اقول ان الاستاذ محمد جمال يعني قطعا هو يعني هصدقه، يعني ممكن تبتدي اي حاجه برقم لكن الظروف توصلك الى ارقام مش منطقيه، لكن هل في الاخر كانت صفقه خاسره؟ دي كانت صفقه رابحه فنيا وماديا بكل المقاييس. يعني حتى يعني اذا كنت انا راجل مهما بلغت اعتراضاتي في بعض الامور، لا انا احسبها كريدت للمجلس اللي طبعًا عمل من اهم الصفقات اللي اتعمل. ما باعوا ب 8 مليون طبعًا. اقدر الومه في ايه؟ صحيح. ده انت بالعكس لو كنت سبته بقى بال 2 مليون وراح حته ثانيه، ويجوز الاربعه دول قبل ما الزمالك يدخل كمنافس وقبل المزاد ما يتنصب. هو 100%. مش 100% طبعا. لكن انا بقول لك لو انت بقى ما خدتوش، ها؟ عشان كان يعني حد يطلع ويقول لك انا عرضته بكذا. طب وكان راح حته ثانيه واتباع ب 8 مليون بعديها بكام شهر، كان اتقال عليك ايه؟ صحيح. انت تفتقر الى الاحترافيه المهنيه وبعد النظر ومين العين اللي بتتفرج ومين الناس اللي اللي بخلانه ومين الناس اللي ما بتعرفش تقرا حسابات المستقبل والتسويق السليم. لكن بمعيار التسويق السليم جبت حاجه باثنين بعتها بثمانيه بعد عده شهور. دي كام في الميه؟ يعني 400%. صحيح. ها؟ طيب، ريني فايلر اعلن اليوم اختيار قائمه الاهلي لمباراه الغد ان شاء الله اللي هتكون في برج العرب مع الاسماعيلي، قمه من نوع خاص، قمه فيها الكثير من المتعه. الاسماعيلي استعاد او رجع مدربه البرازيلي ريكاردو، لكن مش هيشتغل مباراه بكره اللي هيشتغلها احمد العجوز وحمص، وهيكون ريكاردو موجود في المدرج يتابع الفرقه. لكن ريني فايلر اختار القائمه اللي ضمت الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وفي الدفاع احمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول وايمن اشرف ومحمود وحيد. في خط الوسط عمرو السوليه واليو ديانج ومحمد مجدي قفشه وحمدي فتحي وعربي بدر ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا واحمد الشيخ وجيرالدو وجونيور اجاييه ومروان محسن واليو بادجي الثلاثي المهاجم. هنا القائمه بيظهر فيها ولاول مره منذ فتره كهربا بعد انتهاء ايقافه، طبعا محمود وحيد بيرجع للقائمه بعد انتهاء كهربا وازمه ايقافه، كان اختياره او عودته للقائمه مسار اهتمام كبير من الصحف والمواقع. هنقول لكم بعض العناوين فيما يخص علاقه كهربا بالاهلي، وهتلاقوا الشيء وعكسه عشان الصوره تبقى واضحه تماما لحضراتكم وتشوفوا قد ايه الاهلي مستهدف وقد ايه علاقه الاهلي بلاعبيه محطوطه في منظار جيد جدا للرجم الاعلامي، وهتشوفوا التاثير على الجماهير ماشي ازاي. لما تلاقي الاهلي يحتوي ازمه كهربا بجلسه صلح خير، لكن تلاقي موقع تاني في الغرف المغلقه الاهلي يظهر عينه الحمراء الكهرباء، مفيش صلح. طب بعد الصلح يطلع موقع تاني او جورنان تاني يقول لك الخطيب يهدد كهرباء بالطرد من الاهلي. بصوا الصوره وعكسها، لكن المؤكد في ده حاجه واحده فقط عشان تكون هزه الغربال صحيحه. المؤكد ان الاهلي تعامل مع كهرباء التعامل المنضبط جدا احترافيا واللي يتفق مع نظام الكوره في النادي الاهلي. الناس قالت لك الحق فين اهل المبادئ؟ هو مش في لائحه عقوبات؟ هو النادي لما حاطط لائحه عقوبات حاططها للذكرى والتصوير ولا حاططها للتنفيذ؟ هو بيفترض انه اي لاعب هيخطئ او اي فرد في المنظومه هيخطئ ومن ثم هيتم معاقبته وفقا للائحه. مسؤوليه مدير الكره تشديد العقوبه وتوصيفها واتخاذ اعلى او الحد الاقصى للعقوبه من وجهه نظره حسب الحدث وتقييمه. فبالتالي كانت غرامه كهرباء مليون جنيه، مليون جنيه
انما الناس اللي شايفه ان العقوبه الواحده او الوحيده اللي المفروض تكون انه يمشي من الاهلي عشان يرضي هؤلاء، لا، الاهلي بينظم او بيقرر النظام الاحترافي اللي يتفق ويتسق مع لائحته علشان يحكم علاقه لعيبته بيه. هلاقي الاهلي حوار صريح جدا، فايلر يعترف للاداره بصعوبه التتويج يا عيني، ويطالب باخصائي نفسي قبل لقاء الوداد. ده حوار فين بقى؟ يعني بدون ذكر اسماء المواقع، واحنا قلنا لكم لا هنقول لا اسم الجورنال ولا اسم الموقع. يعني في حوار ولا ده عنوان؟ انه الاهلي في حوار بين الحوار والاداره. حوار صريح جدا. حوار بين الاداره. مش حوار معمول يعني. لا احترافات صريحه. فايلر بيقول لهم الاهلي مستعد لدوري الابطال في اي وقت، عكس الكلام الثاني، بعد ما كان صعب للتتويج والحقوني. الاقي موقع اخر، فايلر يجهز كل اللاعبين وبيأكد جاهزون لمواجهه الوداد في اي وقت. ثم في موقع اخر، فايلر لا اشغل نفسي بمواجهه الوداد، وتركيزنا الان في حسم لقب الدوري. حاجه في النص. جورنال تاني بقى يروح في سكه تاني، الاهلي للوداد فقط، مش بس كهربا، لازم صالح جمعه. الناس فضلت عايزه تشوفه، ظهر صالح لعب في بعض الفترات، الراجل شاف انه مازال بحاجه الى تجهيز بدني، محتاج يخس اكتر، فعمل له برنامج جديد عشان يجهز. ما عجبش الناس، طلع موقع يقول لك صالح جمعه العوده الى الثلاجه. تاني الاهلي يجهز صالح للوداد وتعديل عقد الشيخ. شيء وعكسه. الاهلي يهدد اجايه بالرحيل في ماركاتو الصيف. كنت لسه هقول لك امال فين اجايه؟ جه عليه الدور. طيب اديكم شايفين يعني بالنسبه لفايلر، حتى فايلر يطالب الاهلي بسرعه التعاقد مع البليلي. طب هو قال لك في فتنه، ليه عايزه يتعاقد؟ فتنه البليلي، الاداره تدرس التراجع بسبب الفلوس والمحترفين. اقول لك مفيش بليلي من الاصل. مفيش بليلي من اصله يعني، على المستوى الرسمي. انا ما بتكلمش ان في كلام وحوار بين واحد بيعرض حد على الاداره والاداره بتنقل الكلام، لكن ان في اجراء بتتراجع عنه. مفيش اجراء بتتراجع عنه. طيب الاهلي يقترب من التعاقد مع ايوب المغربي في صفقه انتقال حر، لكن كمان الاهلي يفاوض الرجاء المغربي لشراء الكونغولي مالانجو، مش بس مغربيا، محليا. الاهلي يسعى للتعاقد مع محمد ابراهيم، فايلر وافق على ضمه، الشيخ قد يعود لفريقه القديم مقابل انضمام لاعب الزمالك، جيرالدو يرحل عن الفريق، والصفاقس يجدد طلبه ضمه. يروح في سكه ثانيه، الاهلي بيجدد مفاوضات التعاقد مع اسامه جلال. اهتمام كبير جدا كان بمساله دعوه الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي لحفل قرعه كاس العالم لكره اليد. احنا بس عشان احنا جرينا في الموضوع ده. عشان الناس طب احنا ليه بنقول العناوين دي؟ بنقول لكم لانها شملت اسماء كهربا، فايلر، الوداد، الشيخ، جيرالدو، اجايه، جيرالدو، صالح جمعة. مش عارفين لحد دلوقتي، تخلي بالكم ان المقصود ايه بالليلة دي كلها؟ ايه المقصود؟ خلخلت وزعزعت وفركشت التلاحم والتركيز اللي فيه الفريق. يعني انت حتى من ضمن يعني الاستاذ مرتضى مثلا طلع قال لك ايه؟ انا اللي استفدت من عودة الدوري، انا كنت الرابع بقيت الثاني، الاهلي ما استفادش حاجة. كويس قوي، ما ده اللي احنا قلناه. احنا قلناه الدوري رجوعه فايده للجميع. كويس انك انت لحد دلوقتي انت المستفيد منه. امال ليه كنت مش عايز تلعب؟ فالاهلي ما بيعملش حاجه علشان يعني يستفيد لوحده. الاهلي بيعمل عشان هو من وجهه نظره شايف ان ده الصح. طيب
الجمله اللي قالها المهندس عدلي انه الاستاذ مرتضى منصور رئيس الزمالك قال لك احنا فعلا رجعنا الدوري فاحنا اللي استفدنا اكتر، وكنا استفاد من استكمال الدوري لان احنا ارتقينا من المركز الرابع للمركز الثاني، وبيقول ان انا اصبحت مؤهلا للعب في دوري ابطال افريقيا وبقيت متخصص في كسب الاهلي، عكس الاهلي ما استفادش اي حاجه من عوده الدوري الا انه خسر من الزمالك بالتخصص قدام مرتضى منصور. طيب الكلام كده ماشي، طب والحقيقه ايه؟ ما دام حطينا الامور في الغربال، الحقيقه تاريخيا واللي بتحفظ قيمه المنافسه الرياضيه الشريفه وقيمه الحقيقه التاريخيه انه في خلال رئاسه مرتضى منصور لنادي الزمالك في الولايتين من 2005 و2006 ثم من 2014 لغايه الان، الفتره ديت في وجود مرتضى منصور على راس مجلس اداره نادي الزمالك، الاهلي والزمالك لعبوا مع بعض 24 مباراه عشان نشوف هو الاهلي متخصص يخسر من الزمالك في وجوده. 24 مباراه قمه في ظل رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك ولقاءات القمة، إيه اللي حصل في الأهلي المتخصص للهزيمة؟ الـ 24 مباراة الأهلي فاز في كام؟ 15 مباراة. 15 مباراة من الـ 24 فاز الأهلي. اتعادلوا 3 مرات. الزمالك فاز 3 مرات أو 6 مرات منهم مرتين بركلات الترجيح. وركلات الترجيح يكسب ده او يكسب ده سين او صاد، لكن ما احنا كسبنا واحده برضه بركلات الترجيح. كسبت ركلات ترجيح، لكن 6 مرات الزمالك فاز على الاهلي في وجود مرتضى منصور في رئاسه الزمالك، و15 مره الاهلي فاز، 15 مره فقط في ظل رئاسه الاستاذ مرتضى منصور لنادي الزمالك. ده حفظا للتاريخ وللقيمة، لأنه دايما وأبدا الماتشات بتنتهي والأرشيف بيتملي ومحدش بيرجع له، كلمة بتتقال ومحدش بيقف عندها، لكن وإحنا دعاة الروح الرياضية وإحنا شديد الحرص على ترسيخ قيم المنافسة الشريفة والعلاقات الطيبة بين الجماهير، والجماهير بالخصوص الكيانات الشعبية الكبيرة، الشرارة بتيجي من الملعب واللقطة الحلوة بتيجي من الملعب، الاثنين، الملعب هو من يصنع الحدث. طبعا يستتبعه اعلام او اداء اعلام المفروض يكون منضبط ومسؤول ويراعي القيم الحقيقية والمعايير السليمة. كانت لقطة رائعة جدا من جنش حارس مرمى الزمالك انه يظهر بفانيلة مؤمن زكريا لدعم مؤمن زكريا، رائع جدا جنش، سلوك محترم جدا ورياضي جدا بنحييه عليه. زي لعيبه سموحه النهارده نزلوا التمرين قبل مباراه الزمالك لابسين فانيله مؤمن زكريا، والكل بيتسابق في دعم مؤمن، عشان كده كان حضور مؤمن زكريا النهارده في ملعب التتش واحتفاء زمايله بيه في الاهلي مساله مهمه جدا، حدث كان رائع جدا ودافئ جدا. الطبطبه على مؤمن في اللحظه دي ومساندته، بالمناسبه النادي الاهلي صرف له قيمه عقده بالكامل عن الثلاث سنين، كانت المساله اجرائيا لموافقه الوزاره، بعد ما الوزاره وافقت تم صرف قيمه العقد بالكامل حتى دون مراعاه لنسب المشاركات ولا غيره، تم استثناء مؤمن من كل شيء. انا بس موضوع الكابتن مؤمن، انا عايز اقول ان الدعم الذي يلقاه الكابتن مؤمن، الدعم المعنوي، وقبليه كده الجماهير راحت له لحد بيته وكله مشلوه. وكله بيعمل له الحركه بتاعته، اللعيبه كله بيعمل له الحركه بتاعته، يعني كلنا مؤمن. خلي بالك مؤمن دعيه اهو، ده جابوا له التركيه النهارده، ده في ده لقاء النهارده، ده التتش كل مؤمن لما دعيه الى مباراه الاهلي والزمالك الاخيره كان مقرر يتعمل له حرس شرف ومش عارف ايه وكده، ما راحش، ما كانش قادر يروح. الدعم المعنوي شوف عامل فيه ايه، ايوه اداله طاقه شكلها ايه، هو ده، هو ده، لهذا نلعب الرياضه، لهذا نعشق كره القدم، لهذا نمارس كره القدم، وليس
للمكايدة والغيظ والتحفيل والحاجات الصغيرة دي. ولهذا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا وملك وكتابة بيبلغ الحلقة 555 تظل علاقته بالجماهير علاقة مهمة جدا، ويمكن الحقيقة المهندس عدلي كتير جدا في حلقات سابقة لو كان في وقت كنا جبناه لكم يقول لك أنا عايز خطابي يكون لجمهور الزمالك أكتر منه الجمهور الأهلي. ليه؟ لأنه جمهور الأهلي أوكي بيتفرج عليا بعواطفه وبمشاعره وبدماغه وبمنطقه وبكل حاجة، هو أوكي خلاص ده جمهور الأهلي، لكن في أمور خلافية ونقاط غير حقيقية بالمرة بيصدرها البعض لجماهير الأندية المنافسة بتخلق توتر، والتوتر في الشارع الرياضي شفته بيؤدي إلى إيه في المدرجات. فعشان كده كان واحد من أهداف ملك وكتابة منذ ظهوره إن احنا بنحاول نقول للجميع تعالوا إلى منطقة رياضية مناسبة، تعالوا نتكلم بالحفاظ على قيم الرياضة، تعالوا نعزز علاقة الأهلي بالزمالك، تعالوا صورة حسن شحاتة ومحمود الخطيب مع الجماهير تكون دي باستمرار هي اللوجو الدائم بتاعنا، إنه مهما كان حبك للأهلي لا يجب أبدا أن يقل احترامك لنجوم الزمالك، حبك للزمالك لا يقل أبدا أو لا يقلل أبدا من احترامك للأهلي وقيمته. لكن فكرة إن أنا يبقى عندي هذا التوجه الدائم بمناسبة وبدون مناسبة لذكر الأهلي والإساءة للأهلي، لا، هنا لازم نتوقف. وإذا كان الكلام بيبقى منشور في مواقع ولا في جرايد فالناس تقول لك لا ما حصلش، لا ما قلتش، حتى لما بيتقال ده كلام أسيء فهمه وأحيانا أسيئت ترجمته. بعيدا عن إنك تنفي أو إنك أنت تنكر، كان لازم نشوف كل واحد يتمسك بعظمة لسانه، وعظمة لسانه من الفقرات المهمة في البرنامج اللي بنتصدى فيها لكل واحد قال إيه بلسانه، وما لناش دعوة هو قال إيه في شأن أي حاجة تانية، لكن لما يصل الأمر إن يبقى فيه استهداف للنادي الأهلي، في باستمرار ضغط على جماهير النادي الأهلي، في حرص على تزييف حقائق تتعلق بتاريخ وبطولات النادي الأهلي، لا، خلونا نتناقش. جماعة كارت حشر وما زاد الفوضى، إيه حكاية كارت حشر؟ الكلام مش من عندي ولا من عند المهندس عدلي، الكلام من الصديق العزيز الإعلامي الأستاذ محمد شبانة، نسمعه. فاز الايام دي التعبيرات الاكسبريشنز يعني بتاعت الايام دي كارت حشر، فالزمالك بيخش كارت حشر على طول، الاهلي تحصل فيه مشكله تلاقي الزمالك على طول بيتكلم عنها وبيعلق وبيطلعوا في قنواته. فطلع رئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور وقال لك بصوا كهربا ضرب السيد عبد الحفيظ على قفاه. اقول لك اسمع، انا بقول انا عارف انا بقول لك ايه، الاصرار عنده يعني ان هو ضرب السيد عبد، يعني جاب السيد عبد الحفيظ شده وشعره واداله على قفاه، وانه كده وانا كنت مدي كهرباء هديه للنادي الاهلي وشوف يا خطيب والكهرباء ما اعرفش ايه، ولو انا كان عندي كنت علقته، مع ان كهرباء اتخانق مع جروس واتخانق مع يعني هو الزمالك نفسه اللي كان بيقول كده. يعني بعد ما كهرباء عمل القصه بتاعته طلع الزمالك قال مشاكل كان عاملها كهرباء في الفرقه، وانه ضرب ما اعرفش مين، وانه كان بيتخانق مع لعيب مين، واتخانق مع مدرب مين، وعمل ايه، لكن ده طلع لما مشي من نادي الزمالك. وهو ده اللي احنا ده اللي بنقوله يا جماعه، لو كل نادي وكل اعلام يعني اكتفى بفرقته يلقي الضوء على ايجابياتها، يدافع عن حقوقها بتاع، انما الاعلام اللي كله متصدر. يعني انا مره طلبت منك تعمل لنا احصائيه كم مره يذكر الاهلي في الاعلام المنافس. احنا هنا بنشتغل بالرد على اللي بيتقال، عمرنا ما بناخد خطوه ان احنا نتبرع كده نجيب سيره حد. كابتن سيد خد زي ما بقول على يطلع كابتن سيد يرد يبقى غلطان. طب ما هو رد على كلام اتقال عليه،
مثلا واحنا مش موافقين على ان ده يتقال ومش موافقين ان يبقى انه يضطر للرد انك تضطر ترد واللغه دي واللغه دي الناس استفادت منها ايه ولا حاجه لكن كابتن سيد يسكت يعني يعني طب يعمل ايه ما هو خلينا كلنا كل جربوا نجرب كده نجرب ثلاث اسابيع اسبوعين ما نجيبش سيره بعض ما اظنش ان دي حاجه سهله هي سهله عندنا احنا او مش سهله عندنا ده مؤكد مش هنجيب سيره حد لان لو وقف ذكر الاهلي هنا طب احنا هنرد على ايه صحيح هنرد على شغل تاني بتاعنا احنا بقى وناخد الدنيا في تاريخ الاهلي وعندنا كثير مما يقال ويفيد النادي تاريخ ورموز ودروس وحاجات تخلي جمهور الاهلي بيحب يفخر بالنادي الاهلي ومش بس الفخر من نتائج الماتشات يا استاذ ابراهيم الفخر انت مين بالقيمة. انت مين انت هويتك ايه كاهلي عندك حواديت تحكيها اه متعطلين والله موقفك وتاريخك وعطائك اضطرارك ده تضييع وقت ان احنا نضطر نرد لكن كمان ما تقدرش ما تردش والا بعد شويه الزف بقى حقيقه اه صحيح طيب جماعه كارت حشر اللي اتكلم عنها الصديق العزيز محمد شبانه وشبانه بالمناسبه راجل مش اهلاوي وراجل مهني هو سكرتير عام نقابه الصحفيين هو كان رئيس رابطة النقاد الرياضيين يعني هو ابن الشغلانة وعارف اللي فيها ذكر كارت حشر وانه في ناس هو بتحشر الاهلي في حاجة وصف جديد بس دقيق قوي حلو حلو جماعة كارت حشر قال شبانة ايه الاهلي يعمل اي حاجة لازم الطرف المنافس يعلق عليها ويقلل منها النادي الاهلي مع شركة وطنية مسؤولة شركة وطنية رفيعة المستوى مسؤولة تعمل الديل بتاع استاد السلام الوحدة الاقتصادية الزمالك له دخل ملوش دخل اي نادي تاني له دخل لا ومع هذا يستمر كارت الحشر فيما يخص علاقة الاهلي بالسلام هو استاد السلام ولا استاد الاهلي وامبارح تابعت تصريحات رئيس نادي الزمالك في قناة 10 لما اتكلم على القصة والمالك والمستأجر واللي مأجر شقة مفروشة وبيتكلم على هذا الأمر من هنا أنا ببارك للنادي المنافس على الملعب بالإيجار بتاع استاد السلام فهم راحوا ميكروباص السلام فبقول لهم مبروك وإن شاء الله يبقى وش الخير عليهم هم راحوا إيه يا فندم؟ ميكروباص السلام الاستاد الوهمي للنادي الأهلي الاستاد الوهمي الاستاد الوهمي للنادي الأهلي طبعا ده زي ما قال زميلي إيهاب وكل الناس عارفة ان ده استاد نادي السلام فكلنا عارفين ان ده حاجة اتعملت كده زي بالونة اضحك على جمهور الأهلي ده واحد مأجر شقة واحتفل بإيجارها واحد يا فندم مأجر شقة وبيحتفل بانه خد شقة جديدة بمعنى بمعنى ان حضرتك انا ما بنيتش مبنى بتاعي احتفل بيه مش فاهم يعني مأجر شقة وبيضحك على جمهور بيضحك على جمهور بيقول له ايه هو الكابتن الخطيب لما قال الخطبة قال ايه قال ان احنا ما عاملين عقد لمدة 9 سنين وهذا مش هيلهينا على حلمنا بانشاء استاد الاهلي حد قال يعني حد قال ان ده اشتريناه من الانتاج ومع السلامة احنا عاملين ديل وبعدين متضايق حاجة والله تضحك ايه اللي مزعلكم ده ليه مضيعين وقتكم في دي ليه طب جمهور الزمالك استفاد منكم ايه لما قلتوا له ده مش استاد النادي الاهلي كده بقى عنده استاد هو طب النادي الاهلي اجر شقه مفروشه عقبالك هي فيها ايه ايه المشكله يعني يقعد في الشارع يعني الاهلي عمل فكره اقتصاديه من خلال ناس شركه سادات لايف بتفكر ازاي في الاستثمار هو فيه مصالح مادية وأدبية وفنية فيه مصالح مادية زعلانين ليه يعني تضييع الوقت في انك انت كل ما الاهلي يعمل حاجة لا دي مش مظبوطة ودي مش عارف ايه وبيضحكوا على جماهيرهم خطوا ماشي وده اللي الكابتن الخطيب اكد عليه حتى في الكلمة اللي المهندس عدلي اشار ليها مش بس انه هذا التعاقد على الوحده الاقتصاديه اللي من ضمنها الاهلي بيستغل استاد السلام وبالسلام
لا، ده الاهلي بيشرع في انه يرتب لبناء استاده. وقال ساعتها السؤال اللي كرره شبانه، هي الناس ليه مشغوله بان هي تفشل الاخر؟ ليه التركيز ان انا افشل عمل الاخرين قبل ما اركز ان انا اللي انجح؟ ما احنا كلنا نقدر ننجح وكلنا نملك فرص النجاح. افهم الرد يا استاذ ابراهيم، كلنا نساند في البلد. افهم الرد القاطع اللي يخلي انت بقى كسبت درجه من غير ما تقول حاجه ومن غير ما تجيب سيره الاهلي. روح اكسب انت ثلاثه. لا، انك انت تقص شريط الاستاد الخاص بتاعك. فجمهور الاهلي يعمل ايه؟ الله، هو احنا هنفضل في استاد مأجر والزمالك عمل استاده؟ هو ده الرد. انما انت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وده حقك. يوم ما تعملها، حتى انا متاكد لو عملها هو مش محتاج يجيب سيره الاهلي. يعني طيب المره دي نشوف كارت الحشر بتاع شبانه وصل لفين. الاتحاد الافريقي بيسال لاربع انديه، الاهلي والزمالك والوداد والرجاء، ايه الموقف في الاتحاد في النهائيات الافريقيه؟ كل نادي عبر عن وجهه نظره، وجهه نظره وفقا لما يراها. قناه الاهلي ما حدش طلع علق على الزمالك اختار ايه، ولا الرجاء اختار ايه، ولا الوداد اختار ايه. كل نادي اختار ما يروق ليه او ما يخدم مصلحته، لكن فضل كارت الحشر مستمر. تحليلك ايه وتفسيرك لقصه الكاف ان في رغبه وان في حد من اللجنه الخماسيه كلمهم علشان يحصل تاجيل لمباراه الدور قبل النهائي؟ في اربع فرق بيتنافسوا على دوري رابطه الابطال الافريقي في المربع الذهبي، اقوى الاربع فرق واجهزهم هو الزمالك. فاي تاجيل او اي تاخير اللي مش لمصلحه الزمالك، اقل الفرق واكثرهم نقص عددي هو النادي الاهلي. فاي مطالبه من مصر تبقى لمصلحه النادي الاهلي. فلو هم عايزين يساعدوا النادي الاهلي في البطوله الافريقيه يطلعوا يقولوا يا جماعه احنا هناجل، لان النادي الاهلي نادي وطني ونادي مصري بنحترمه كلنا، عنده مشكله. لكن ان انت تعمل ده من تحت لتحت ويطلع في اليوم السابع ويطلع تصريح على لسان مصدر مسؤول في الكاف يقول ان اللجنه الخماسيه اللي بتدير التواصل المصري تواصلت معاهم وطلبت التضامن مع المطلب المغربي بتاجيل مباراه الدور قبل النهائي، دي كارثه. إذن اكتشفنا ان اللي طلب التاجيل النادي الاهلي، لا الوداد، وان اللجنه الخماسيه سالت الاهلي ولا عايز ايه، ولا الوداد، واللجنه الخماسيه مالها يعني؟ الاستاذ عمرو الجنايني يا استاذ، يا استاذ ابراهيم، هو البطوله دي بطوله ايه؟ افريقيه. يعني استاذ عمرو الجنايني دوره انه يساعد مع الاتحاد الافريقي، لكن اصحاب السؤال واصحاب القرار واصحاب الموقف هو الاتحاد الافريقي. وبعدين هو العالم كله مش عارف ان اللي طلب التاجيل النادي الوداد ووافق عليه نادي الرجاء عشان ظروف، وقالوا كده عشان ظروف الكورونا، قالوا مش ما قالوش. لا هقول لك حاجه، هو النادي الاهلي صياغه الراي كانت ماشيه ازاي؟ دي صياغه لازم نتوقف عندها لان مهمه جدا. الاهلي يرغب ويتمنى ان احنا نلعب في موعدنا، ولكن اذا كان الاشقاء في ظروف قاهره او خاصه تستدعي التاجيل فالاهلي مع هذا التوجه لا يمانع. لا يمانع، لان مش احنا كده بالبلدي اللي هنستغل ضائقه الاخرين. بالظبط، يعني اكسب صح وفي منافسه شريفه، ده شرف المنافسه، هو ده الفير بلاي. صحيح، دي برضه ده المعنى الحرفي للفير بلاي بالمناسبه. ده موقف الاهلي، تكسب بشرف. انما لان الاهلي اقل فرق جاهزيه، لا الاهلي ساعه ولا الاهلي طلب. ونشكرك على ان الاهلي انت تراها كذا، ونشكرك على انك ترى الزمالك كذا، ها، ولذلك الزمالك متقدم على الاهلي ب 20 بونت، المتقهقر المتردي موقفه. هنيجي بقى على ماتش بنبني عليه كل شيء، ماتش كل ظروفه خلاص اتكلمنا فيها ودفعنا ثمن كلامنا وكل حاجه. والله العظيم انا ساعات اراجع نفسي اقول ايه، هو انت بس ايه اللي بيحمقك ساعات كده؟ وكانت يعني الحقيقه احنا لازم نصدر صوره الايجابيه طبعا يعني، لكن في حاجات بتخرجك يا استاذ ابراهيم عن بره كتر ما هي واضحه بتخليك تتساءل. وانت بتعمل ايه؟ بتتساءل. احنا دورنا هنا كاعلام نفند ونتساءل ونحلل ونجيب الحقيقه، هو ده الدور. صحيح. يعني
أرجو أن كلنا نلتزم بعزم الحديث بأداب الحديث، ما يطلعش مننا لفظ يعني مش مع طبيعتنا. هنخلي بالنا لكن مش هنخلي بالنا على القناعات، إنما نخلي بالنا إن ما يفلتش مننا لفظ ملوش لازم. طيب، بيفلت لفظ وموقف في الملعب، لعيبة في كل فرقة في كل تمرين بيحصل احتكاكات، والأندية بتعاقب، في اللي بيعاقب وفي اللي بيطنش وفي اللي بيعاقب قوي وفي اللي ما بيعاقبش، كل فريق حسب ظروفه وحسب قناعاته حسب تقييم المسؤولين فيه. عمرنا شفنا أو عمركم شفتوا إحنا هنا خصصنا وقت للحديث عن خلاف حصل في الملعب في اوض اللبس في الزمالك بين لعيبه مع بعضيها؟ ده حتى حد اتكلم على ساسي وحازم امام وغيره وغيره، وامثله بتحصل. حتى الكابتن كهربا لما كان عنده مشكله السنه اللي فاتت في الزمالك كبيره جدا لم نتناولها مع رئيس النادي، احنا لم نتناولها. ومع هذا كهربا يختلف في الاهلي يظهر كارت الحشر. انا شايف ان العقد بدا ينفرط اداريا داخل النادي الاهلي، سواء من حيث النظام او من حيث الالتزام في فريق كره القدم. اللي حصل النهارده من خناقه بين كهربا وبين الشناوي وسيد عبد الحفيظ مدير الكوره بياكد الكلام بتاعي ده. بص بقى يا استاذ ابراهيم، ما هو لازم هي باينه واضحه، كلمه الاهلي هي اللي بتجيب المشاهده. ايوه، لو خرجت الاهلي من لازم يبقى عندك من المشهد، لازم يبقى عندك البديل اللي يسمح بهذه المشاهده. يا عندك يا ما عندكش. اذا كان عندك وما بتقدموش يبقى بتظلم المشاهد المتعصب لناديه انه يعرف معلومات ايجابيه عن ناديه. اذا ما كانش عندك هتفضل تجيب في سيره النادي الاهلي عشان برضه ترضي الناس اللي هي ايه بيهمها قوي انها تشوفك وانت بتهاجم النادي الاهلي. واحنا قلنا قبل كده هو مزاد هيبان المزاد عندك دلوقتي. صحيح. طيب، لعيبه بتمشي من الزمالك ولعيبه بتمشي من الاتحاد ولعيبه بتمشي من كل الانديه، هل احنا معنيين مين ساب مين؟ لا، بس رمضان يمشي من الاهلي فيظهر كارت الحشر. ان النهارده الموهبه المهمه جدا في مصر رمضان صبحي حينما ينتقل هذا الانتقال الدرامي من النادي الاهلي او من هيدرسفيلد الانجليزي وكان على مقربه من النادي الاهلي ان هو يجدد مع النادي الاهلي او ان هو ينتقل الى النادي الاهلي ثم يذهب في اقل من سويعات ويروح لنادي بيراميدز بالطريقه دي كانت مفاجاه صارخه عند الشعب المصري. وانا بقول الشعب المصري ليه؟ لان جمهور الاهلي اتصدم وجمهور الزمالك اندهش. طيب ماشي، هو خبر مهم حقيقة، خبر مهم ما تقدرش تقول كده، لكن هذه الحفاوة في تغطية هذا الخبر المهم من قناة نادي الزمالك إن على لاعب راح نادي بيراميد من النادي الأهلي، هو ما راحش الزمالك، وكان الكلام كله في لحظة ما إنه راح الزمالك. وهو لما يقول أنا سبت الأهلي عشان التحدي وتحقيق مزيد من البطولات، المفروض يا أخي ما تفرحش إنه راح بيراميد، المفروض تدعي انه ما جاش الزمالك. هو بالضبط بقدر ما انت متصور انه يعني قلل من ارتباطه بالاهلي، هو برضه يعني ما شافش ان انت النادي اللي هيحقق طموحاته، فهو راح نادي تالت. هو ما راحش، لو ان الزمالك اللاعب راح له مفهوم جدا هذا الاهتمام، والحقيقه تبقى صفقه وصفقه ناجحه، ويبقى هنا تتساءل هو انا ليه ما قدرتش انافس الزمالك. انما لما يكون رايح لنادي تاني لبعد محدد ما فيهوش مناقشه، لا انا ولا اي حد ولا الزمالك ولا اي حد يقدر يتنافس فيه، القدره الماليه وانت حتى لو عندك في جيبك الفلوس دي ما انت لازم تفكر، يعني عندك اربع خمس اولاد وفي واحد منهم عايزك تجيب له عربيه، بس لو جبت له العربيه مش هتصرف على الجامعة ولا المدرسة ولا العملية اللي محتاجها أولادك ولا البنت اللي بتتجوز عشان تتجوز. مش مسألة أنا معايا المبلغ، معايا هعمل إيه في الاحتياجات التانية؟ كيف أكون عادلا
وعيالي كلهم ينظروني بهذا المنظر العادل، ولا أميز شخص والباقي كله ما يحبوش؟ دي معادلة يا أستاذ إبراهيم محدش عايز يتنبه لها. المسألة مش مسألة بس معايا ولا ما معيش، مسألة أنا بدير فريق ما أقدرش أعمل حاجة شاذة تضطرني إن أنا أهد نظام كبير جدا. صحيح. عشان أعالج هذا الكلام. صحيح. هيبقى الأخطار أكتر بكتير من مزايا الاحتفاظ بنجم بأهمية الكابتن رمضان صبحي. مهم، ها مهم، نعول عليه نعول عليه. الأمال كانت عند الجماهير في توقعات، هاي اكسبكتيشن، والنادي الأهلي وكان في توقع، حجم توقع كبير، وتخيلنا له أدوار بناء على شخصية رسمناها له، هو وكابتن شريف وكابتن أحمد وكابتن كل دول الجماهير تعلقت ليه؟ لأن رسمت لهم أدوار أوريدي، اللي هيبقى بقى ده كادر من كوادر النادي الجايه، واللي هيبقى مش عارف ايه في مدير كره للمستقبل، واللي هيبقى قائد حقيقي داخل وخارج الملعب. بعد كده لقوا الثلاثه فكروا بطريقه احنا اللي زنقناه، يعني ما كانش حد منهم قال، انا لحد منهم قال لك انا الايقونه وانا القائد القادم، ولا حد منهم قال كده، بس كلهم قالوا احنا بنحب الاهلي، انت رسمت الصوره الذهنيه اللي انت عايزها، وهم اختاروا مصالح. لحد هنا تزعل شويه لكن مفيش مشكله، لكن لو يطلعوا يحفلوا عليك هتتضايق، وهم لحد دلوقتي ربنا يعني حقيقه، يعني لما تشوف النموذج بتاع الكابتن احمد فتحي ما قالش كلمه تسيء للنادي الاهلي، بالعكس بيعمل دوره لاخر ثانيه. تجد ناس كتير يعني حتى حجم الزعل ابتدى يقل، واحنا مش عايزين على فكره استاذ ابراهيم، ما اعرفش هتوافقني ولا لا، ممكن ما توافقنيش، انا مش عايز الجمهور يزعل من حد بيلعب بره ويترصده خالص، خليك مع فرقتك وركز معاها وربنا هيكرمنا. سيب له كل واحد اختياراته، وربنا هيكرمنا بالظبط، سيب له كل واحد اختياراته، اما ويبقى الاهلي الاختيار الافضل. انما زي ما انت بتقول اقحام الاهلي في كل شيء، مش اقحام الاهلي ده، مفيش حديث غير عن النادي الاهلي. طب خد اللي جايه. ها؟ فايلر والاهلي. فايلر بيمشي بياخد اجازه 15 20 يوم. راح سوسة. طب رايح لا خلي بالك مش راجع. يعني على طريقه بقى اللي بيعملوها في قناه البتاع والجرايد بتاعتهم، مش راجع. الراجل عنده عرض ومش مقتنع بالبقاء في النادي الاهلي، وحط شروط ماليه صعبه جدا تتحقق في الظروف الحاليه. وكان في خناقه عليه. الراجل رفض التمديد ورفض التجديد، لذلك هتلاقي الفتره اللي جايه حرب على فايلر. ما هو له حق يتكلم على فايلر، لانك طول النهار بتتكلم على كارتيرون يا استاذ ابراهيم. انت اتكلمت على كارتيرون كم مره؟ ما ذكرناش اسمه تقريبا. مع ان في سبب انه ماشي من عندي، يعني ممكن ابقى يعني حساس شويه كنادي يعني، لكن خلاص هو ربنا لا بنجيب سيره كارتيرون ولا بحد بيتكلم على الزمالك ولا معنيين ولا خالص، ولا ايام اسمه المدرب السابق اللي كسب معاه ده جراس بمشاكله، ما كانش عندنا يعني اهتمام ان احنا نخوض في هذا الامر، وما يجبش يكون عندنا اهتمام ان احنا نخوض في هذا الا بقدر الخبر. يعني جراس قاعد، جراس ماشي، خبر مهم ولا حد بيقوله حتى، انما يعني انما فكره انك تقعد تفتل في الموضوع ده وتراهن على حاجات ما بتحصلش حتى. هنطلع لفاصل اخير، وبعد الفاصل كلام مهم جدا لحد كمان بيقرا من السكريبت الموحد. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في تتبع كارت الحشر اللي كشفه لنا الصديق العزيز محمد شبانه، وازاي الفرق المنافسه او ازاي بعض البرامج دايما وابدا حريصه على حشر الاهلي في كل جمله مفيده. بالمناسبه حتى لما حصلت ازمه كهرباء في الاهلي قال لك ده لما كان هنا كان متعلم ما اعرفش ايه، عمر ما غلط. طيب ما احنا ممكن نقدر نعرض للكابتن محمد صلاح والكابتن رضا عبد العال واخرين كيف كان يحدث الامر مع كهربا، لكن ما علينا. جمهور الاهلي دلوقتي لازم أن يعرف ان كهربا اخطا الخطا الذي يستوجب العقاب المشدد، وتم فرض الغرامه الكبيره عليه، التزم انضبط، ريني فايلر عادوا للقائمه، بكره موجود في قائمه المباراه. الى هنا وينتهي الامر.
لكن انا اشرت قبل الفاصل لفكره السكريبت الموحد. الناس بتستغل اي حدث، لانه فاكرين لما اشرنا من اسبوعين الى سكريبت كان واضح محدد، اتنين من الزملاء الاعلاميين بيقروا منه ضد الاهلي كلمه كلمه. اقرا ما يملى عليك. حصل توجيه مباشر استغلالا لظرف ان في لعيب انتقل من الاهلي، فازاي اضرب في اداره النادي الاهلي؟ ازاي اوقع بين اداره الاهلي وجماهيرها؟ ازاي اوصل لانطباع انه النادي الاهلي مش بيحافظ على فرقته؟ فيطلع زميل اخر من يومين امبارح واول امبارح يقول لك انت اللي سبت رمضان صبحي، كان في ايدك، لو قلت له خليهولي كان هيخليهولك. وبعد كده يرمي المفاجاه، لو عايز ترجع رمضان هيرجعهولك. ويستمر بقى ايه، ما انت اللي مشيت شريف اكرامي، وانت اللي مشيت احمد فتحي، وانت اللي مشيت حسام عاشور، وانت اللي ما عرفتش تحافظ على مين ومين ومين، بهدف رص المكعبات جنب بعضيها بما يحدث الفتنه بين الاداره والجماهير. اللعبه دي مكشوفه، والسكريبت ده مصدره معروف وتمنه معروف. بس قال كلمه مهمه جدا، وهو بيحدد القصور في اداره التجديد. قال لك الحقيقه الاهلي ما قصرش. انا حتى ساعتها قلت طيب الله، هو في ايه؟ انت ازاي ما احتفظش؟ بيقول لك بس الحقيقه الاهلي ما قصرش. ما هو بيقول لنا لكن كان يعني فهمني. ما انا فاهم انت قصدك تقول ايه. انما هو ما قالش، ما اتكلمش على حد بضمير غائب. هو كان بيقول كنت تقدر تحتفظ. واخد بالك؟ فهو هنا يعني انت تبقى قاعد، انت عايز تقول ايه؟ هو الاهلي ادار الملف بطريقه خاطئه؟ قصر؟ لا ما قصرش. خلصت. اهلي ما قصرش. اللاعب اختار بناء على حاجات ناس كتير جدا، انا بقول لك ناس كتير جدا مكانه كانت هتقبلها. لكن فكره انك تكون واضح، ما هو انت لو انت زي ما بتقول كنت عايز نقله في تحدي جديد، كان من اول يوم الاهلي بيفتحك في التجديد، لا اسمحوا لي بقى انا هشوف سكه ثانيه، انا عايز تحدي جديد. خلصت. كانش الاهلي بقى لا راح ولا جه ولا الجمهور عمل هذا التوقع، لكن انت لاخر ثانيه شايف ان مستقبلك مع الاهلي. فجأة رحت، يبقى مفيش حاجة اسمها تحدي جديد، في حاجة اسمها عرض جديد ما اقدرش اقاومه. مفهومة لحد هنا، والله مفهومة جدا. مش موافقين عليها. واختيارك. مش موافقين عليها عاطفيا، لكن مفهومة. حق انساني. مفهومة. طبعا. بس تقف الأمور عند هذا الحد، لكن لحد بقى يطلع يتاجر بيها ولا حد ياخدها في سكة تانية للتحفيل او لتجميل الموقف، ده كلام لو اقول لك دلوقتي هو هيدرسفيلد خلصه بمبلغ اقل. يا سلام والله عليا الكلام. لا هي الفكره كلها احنا داخلين بقى في ايه، هو الاهلي لو له حق رعايه ازاي تبخسه؟ ازاي نبخسه؟ بس طلع ورق غير الورق. مفهومه. طيب فارجو رعاة السكريبت الموحد يبقوا فاهمين ان الجمهور ذكي جدا وبيشم كويس قوي، بيشم الروايح كويس جدا، وعارف مصدر السكريبت ده جاي منين، وعارف ان الضغط على اداره النادي الاهلي والفتنه بين الاهلي وجمهوره هدفها ايه ومصدرها ايه وسببها ايه. الامور واضحه جدا صدقوني، واكبر وضوحا من ان احنا نقدر نقول الغاز. الاهلي ما قصرش مع اي لاعب من دول، لكن كل واحد اختار اختياره هو حر. انما وانت بتتنافس في الرياضه هدفك ايه؟ ايه الهدف اللي فرق البطولات بتسعى له؟ احراز البطوله مش كده؟ تحقيق البطوله هو المين تارجت او الهدف الرئيسي الاساسي اللي كل فريق بيسعى له. عدد بطولات النادي الاهلي في القرن ال 21 41 بطوله. لمصر الفخر والزهو بالنادي الاهلي انه يطلع العالم كله يتكلم بره على انه موقع ترانسفير ماركت المهتم والمعني باحصائيات كره القدم وانتقالاتها وحركه الانتقالات فيها، يحط الاهلي رقم واحد على مستوى العالم في القرن ال 21.
ويكون اسمه موجود في كبريات الصحف العالمية. هي دي قوة مصر الناعمة، وهي دي أهمية البطولة، هي دي أهمية البطولة في الرياضة. فلما يكون هذا التراث البطولي للنادي الأهلي مصدر هذا الفخر، نلاقي جماعة كارت حشر فتح المزاد على بطلان بطولات النادي الأهلي، بطلان بطولات النادي الأهلي. يبدأ المزاد بكام؟ نشوف. كابتن أيمن عبد العزيز يخرج بمثل هذه الصراحة، قال إن هو بيجزم إن أكتر من 30% من بطولات النادي الأهلي المحلية جاءت بفضل عوامل داخلية وخارجية، يعني عوامل ومساعدات جوه الملعب وبره الملعب. لا، الكابتن أيمن أعتقد إنه هو يعني مؤدب في تصريحاته، أعتقد أكتر من 30%، لأنه كلنا شاهدين على مجاملات تحكيمية للنادي الأهلي. يعني اللي بيقوله الكابتن أيمن ده حقيقة يعني من وجهة نظرك أنت؟ ده حقيقة، بس أنا بقول لك هو الراجل يعني تهذب في 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 ذكر النسبة. أنا أعتقد إنه أكثر من هذا العدد. كابتن أيمن عبد العزيز مؤدب، ال 30% نسبة قليلة، ده احنا كلنا شاهدين إن الأهلي ده سرق البطولات، وإن كل بطولات الأهلي يا عيني حرام جدا. هي حسبة. أنا مش عايز أقطع المزاق. 30% ما تحققش الهدف ليه؟ 30% يبقى الأهلي جايب مثلا 29 بطولة. يبقى 70% حلوة. ما برضه لسه في فرق أكتر من الضعف. يبقى اللي يضيع لك الفرق ده إيه؟ لازم مش أقل من 70%. فيبقى مزاد كارت حشر مستمر 30%، ها؟ مين يزود؟ التصريح كان قوي جدا، فاكر للكابتن ايمن عبد العزيز، ودي من المرات القليله اللي الكابتن ايمن ساعات يعني بيقول تصريحات بتبقى صادمه شويه. قال ان 30% من وجهه نظره 30% من بطولات النادي الاهلي جاءت بمساعده الحكام في مصر. ما احنا بنقول كده دلوقتي. 30% وممكن اكتر. لا شوف، في جزء علينا كلعيبه، وفي جزء اداري صغير، لكن الجزء الاكبر يعني التحكيم المصري ساعد النادي من الاهلي من زمان. من زمان ساعد النادي الاهلي في 30% من بطولاته المحليه. اكتر من 30. كام في المية من وجهه نظر محمد صلاح؟ انا بقول لك اكتر من 50، حوالي 60. 60% من بطولات النادي الاهلي ومن زمان، من السبعينيات. 30 قليله، 50 قليله، لا يجوا 60%. 60% من بطولات الاهلي حرام، خدها بالحكام 60، ها؟ مين يزود؟ لسه في مزاد؟ المزاد مستمر. محمد الراعي، اهلا بيك وبكل المشاهدين طبعا. الكرام. 99%. طبعا 99%، وده اكيد. وانا مصر طبعا ان 99% من بطولات النادي الاهلي مشبوهه، ده اكيد. مش 99%. كابتن محمد صلاح وصله من 60%. طيب شفت بقى، يعني هو كله بتتعمل دايما الليله ان الاهلي ياخد الدوري الوهمي، الدوري اللي فقد هيبته وفقد بريقه باللي احنا بنشوفه. طيب المزاد مفتوح 99. 99 ليك 1% بس. ليا 1% بس، مش عارف هيختار يعني بطوله، يعني اقول له طلع لي البطوله الحلال. شمهم لي كده. الكلام ده يعني اللي بيقوله يعني هو مصدقه؟ هو مش هو بيقوله لان في متلقي نفسه يسمع الكلام ده. هو بيقوله الجيل الجديد ما عاصرش ومش عايز ياخد الدنيا بحقيقتها، هيقعد يزوقها له وياخدها في سكه معينه بحيث انه يطلع ان هو مجني عليه جامد جدا جدا جدا. في حين ان احنا بقى لو اتحاسبنا بطوله بطوله يا ريت نقعد كده حد مش محايد، حد منحاز يمسكها بطوله بطوله. ليه منحاز؟ ما تروح لاهلها وشهد شاهد من اهلها. لا هنفتح المزاد ولا هنحشر نفسنا في حاجه، هنسمع الكابتن فاروق جعفر كابتن نادي الزمالك. الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا استنى، مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك؟ انا يقعد معاك بس زمان حكام الافارقه كانوا بييجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول يا كابتن، تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صعب،
اتكلم بجد. الحكام الافارقه ده بيجوا لنادي الزمالك؟ مش احنا ومش احنا بس، احنا وانديه تانية كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد. اسمع بس، اسال بتوع بورسعيد عايز يروح بورسعيد يعمل شوبينج ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره ماشي، مش عارف عايز ايه حاضر ماشي كويس تمام. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني، فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد فهو الحكم يقول لي مباراه مثلا في مصر فيها مثلا 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا، فانا بقعد اتكلم مع الحكم يقول لي، الحكم يقول لي انتوا لو عايزين ضرب الجزاء نديكوا ضرب جزاء مش عارف ايه، بس ما يبقى عدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني. ما جبناش حاجه من نفسنا، نفس الزميل احمد جمال اللي كان شاهد على المزاد اللي بدا ب 30 ثم 60 ثم 99% من بطولات الاهلي حرام، هو اللي سمع الكابتن فاروق جعفر. الكابتن فاروق جعفر مش شاهد شاهد، ده هو الراجل القائم على الامر، هو الكابتن اللي بيحضر الاجتماع زي ما هو قال، مش احنا اللي قلنا. بس كمان مع الكابتن مدحت شلبي كابتن فاروق كان قال كلام مهم برضه. اخذت كم ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء، كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده جميله يا كابتن فاروق ولا واحده سليمه ولا واحده ضربه جزاء. خمس سنين بتشيل المدافعين. البطوله الافريقيه يا كابتن البطوله الافريقيه كان وليد صلاح الدين كنت قاعد اقول له كده البطوله الافريقيه سنه 84 احنا ثلاث ضربات جزاء مصريين في حياه في تاريخ نادي الزمالك. نعم لعبنا جيت الجزائري، انا كنت جاي من تنزانيا كان دراعي مكسور وكنت مجبس ما لعبتش مباراه جيت هناك مغلوبين 3-1 الكوره مش ماشيه يا كابتن، مع اصلا جوه الملعب فيه حوالي 120,000 عايزين نجيب له جول، ما الجول هو اللي هيفتح الموضوع فالكابتن لطيف كان بيذيع الماتش ان انا ما روحت بالليل اتفرج على ضربه الجزاء، قال لك ده العالم كله شايف الكوره وشاف الكابتن وشاف فاروق جعفر وهو بيتضرب هو بيعدد من موقفك رحمة الله عليه فانا رحت رايح خابط نفسي فيه وهو بيحمي الكوره عشان حارس المرمى ياخدها ملوش حل تاني خالص، هو عمل لي الاعاقه لكن هو في الحقيقه ما لمسنيش يعني لدرجه اللعيبه بتاعت الجيت دولت قعدوا ده في بقى مباراه الجيش المغربي الكره اترفعت انا رحت اللعيب بيلعب كنت بلعب سنتر فيرود اللعيب بيلعب على يمان فانا الكره جايه فهو باصص للكره انا باصص للكره والحكم باصص لنا فانا رحت رايح في اتجاه الكره وانا رايح اهي دي الحكم ما شافش طب انا وقعت ايه المناسبه ان انا اقع لازم يكون ده عمل لي اعاقه ضربني عمل لي اي حاجه وطبعا شوف بقى الحكم يا كابتن مدحت الحكم مش شايف اي حاجه غير يجري على النقطه رجعها نصر الحكم مش موجود خالص في نص الملعب بس لا واحد بيتكوم طب ضرب ده ازاي يا جماعه راح حاسب لي ضربه الجزاء اداك ضربه بص يا كابتن جاي ازاي بص جاي حاطط صباعه على فين على النقطه ولا شاف حاجه اساسا ولا شاف حاجه بس اهو تركيزه كله على ضرب الجزاء. هذه بطولات إفريقية يزاحم فيها نادي القرن الحقيقي النادي الأهلي. ما عندناش أي تعليق لأن الوقت داهمنا. طب 1% الأهلي. إيه؟ الأهلي 1%. معلش ما هو ده لسه خلي بالكوا الأستاذ إبراهيم إحنا ما قلناش نص المحتوى. هنكمل يا أستاذ إبراهيم. هنكمل لأن الوقت داهمنا الحقيقة هنكمل الخميس لان الاثنين ان شاء الله الاهلي والاتحاد في نفس التوقيت. ف القصد ايه من كارت الحشر؟ نتمنى والله نتمنى بكل الصدق والوضوح كل طرف يتفرغ لفرقته لناديه لجمهوره لاهدافه. انت فاكر ان انت لما تقلل استاذ ابراهيم لو سابوا الاهلي في حاله مش هنجيب سيره حد، لو انتفى الفعل مش هيبقى في رد فعل بالظبط كده، لو انتفى الفعل احنا يعني منطقيا مش لما تيجي تقول بطولات الاهلي حرام نرد ولا نسكت؟ ها نعمل عايز ايه؟ عايز اي حد بيحكم عقله ومنطقه لما تطلع برامج تخصص وقتها للتشكيك في بطولات الاهلي، للضغط على جماهير النادي الاهلي، للاساءه الى جماهير النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي. النادي الاهلي ماله؟ رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد يدعو الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب لحضور قرعه كاس العالم. النادي الاهلي يسألوا ليه؟
ايه ذنب النادي الاهلي وايه علاقته؟ انه عنده قيم محترمه ينظر اليها في المحافل الدوليه بهذه النظره المحترمه. ده ذنبه. قيمته انه يبقى موجود، قيمته انه يبقى مشرف لبلاده، قيمته ان العالم بره يتكلم ان الاهلي رقم واحد على بطولات العالم كلها في تصنيف انديه العالم في القرن الواحد وعشرين بعد ما انهى القرن او القرن العشرين الاول في افريقيا. ده النادي الاهلي. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.